كيف غلط. مشاهدينا الكرام وصلنا بكم لأولى فقراتنا وهي معالم، وكيف أنتم عارفين بأن مدينتنا فيها مجموعة كبيرة من المعالم يلي تميز بها عن باقي مدن ليبيا. عماد فتحي أعد فقرة اليوم وتحدث عن منزل كيخيا أو كما يعرف حوش الكيخيا. حوش الكيخيا فيه له أساطير وفيه له قصص رائعة جدا. مع بعضنا نمشوا لمعالم عماد فتحي وحوش الكيخيا. بيت كيف غلط. بيت المدينة الثقافي أو ما يعرف بحوش الكيخيا الواقع في شارع العجيب وسط البلاد، المبني على طراز عثماني حيث شهد ترميماً ومن ثم تم تحويله إلى معرض فني في التسعينات، حيث يتم من خلاله استعراض لمراحل من التاريخ المحلي للعصية، كما يتم إقامة معارض فنية مختلفة في أروقته. كان بيت الكيخيا سكناً لإحدى أكبر وأعرق العائلات البنغازية ألا وهي أسرة الكيخيا، وعلى الأرجح أن المرحوم عمر باشا الكيخيا أحد أبرز شخصيات تلك الأسرة وأكثرهم ثراءً، هو من قام ببناء هذا البيت في مطلع القرن الماضي في السنوات الأخيرة من الحكم العثماني للمدينة. يتصف حوش الكيخيا بكبر مساحته واتساع مكوناته وتعدد أجنحته وارتفاع جدرانه وجودة بنائه، هذا الذي يمثل نوعاً فريداً من بيوت المدينة التي لا يبنيها إلا الأثرياء، وذلك لدقة تفاصيله وما يحويه من نقوش إسلامية وما فيه من نفحات تاريخية تجسد ملامح فن العمارة الإسلامية.